اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصلاه والسلام على رسول الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصوروا هنايا جاكرتا كما كتشوفوا معايا. هذه جاكرتا اول مره غادي نصور فيها. تحيه لهاد الناس اللي من هاد الجهه، تحيه الناس وجدا وجهه شرقيه كامله. كما كتشوفوا معايا هنايا الباب الصغيره ديال البرك، غادي نعد لكم واحد المحل ديال ستيليست جديده هنايا في وجده، الافتتاح ديالها اليوم. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا شفتوا الشورت فيديو اللي حطيت لكم باش هكا تجيو تزوروا المحل. كما كتشوفوا معايا راني بديت لكم بالباب الصغيره ديال البارك باش هكا يبان لكم الاتجاه مزيان. شوفوا معايا هنايا كاينه لا بي بي، ها هي بنك الشعبي. هاد البنكه هي اللي غادي يكون روبير ديالنا، لاننا غادي نطلعوا مع هاد الشارع اللي انفاس ليها. كاينه هنايا مخبز الداودي، ها هي. تبارك الله عليكم اخواتاتي، بقاو معنا. كما قلت لكم البنات كاينه مخبزه الداودي، غادي نطلعوا معها هنايا ديريكتومون. بقاو معنا لان هاد ستيليست بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو هكا شي حاجه اللي هميه زوينه، خياطه زوينه، جميع انواع ديال الخياطه. وغادي يكون كاينين عريضات اللي غادي يلبسوا لنا اللبسات زوينين. نتمنى ان شاء الله انكم تبقاو معنا للاخر وتشجعونا دائما بهذا الجديد اللي كنجيبو لكم خواتاتي، وبارطاجيو مع صحباتكم خواتاتكم والعائله. البنات بالنسبه للاخت زهور راه مدينه العيون، والاخوات الكليونت ديالها اللي هنايا في وجده هما اللي طلبوا منها انها دير لهم واحد الفرع هنايا. ديجا هي عندها الفرع ديالها، وهذا هو المحل. زهور السلام عليكم ورحمه الله. كي دايره؟ لاباس عليك؟ كي دايره؟ معش ما شاء الله عليك اخيتي، طيبه. من جيت انا كان يسحب لي لابوتيك فشي شكل، ولكن من دخلت داكشي رائع رائع. حيوة. تبارك الله عليك، هذا كلشي من المجهودات. تبارك الله عليك اخيتي. وغادي تعرفينا بالمتتبعات، انا قلت لهم العيون في بدايه الفيديو. الساعه قلتي لي جراده؟ لا جراده، في البدايه كنت في مدينه وجده بحكم العمل ديال الزوج ديالي في جراده. مشيت معاه في المكتب ديال الله، خدمنا مزيان وكنشكر الناس جراده حتى هما يعمر هضره حتى هما. تبارك الله، خدمت معاهم مزيان. ودابا ناس وجد عاودك حتى هما طلبوني، شافوا لي موديل طلبوني وحليت فرع هنا. تبارك الله عليك لالا، وتبارك الله عليك. حتى الموديلات اللي غادي نشوفوا اليوم موديلات حصريه البنات، ستيليست زهور اوت كوتور اليوم معكم شخصيا. كاينين لبسات اللي غزالين انيقين وشي حاجه ديال الفخامه يا البنات، والثمن جد مناسب. ياك اختي زهر ركزي لي على الثمن. لا الثمن المهم، حنا نديرو شي حاجه تكون كلياناتنا يمشيو على خاطرهم. كل واحد يلبس. تبارك الله عليك، ماشي واحد يمشي بلا. تبارك الله عليك، وراكي موجده لنا حتى البنات ان شاء الله اللي غادي يكونوا معنا. ان شاء الله نبداو ان شاء الله على بركه الله. غير في هكا نعطيو لمحه، نقول لهم بدا بلي اليوم الافتتاح اللي بغى يجي مرحبا. اليوم الحد الافتتاح، غادي نحاول انني اليوم نحط لكم الفيديو البنات باش هكا الاخوات يستافدوا، خصوصا ان غدا راه كاينه عطله ويجيو البنات هنا. ان شاء الله انا تقريبا غادي نكون سبت واحد هنا، بحال اللي بغى مثلا يجي عندي التليفون. اللهم يسر، ولكن المحل يكون مفتوح. كاينين البنات اللي غادي يكونوا هنا ان شاء الله. الله يسر الامور اختي زهور. التليفون وبالبركه، والله يسخر. غادي نخليوهم ان شاء الله لاكارت فيزيت، نخليوهم لوكاليزاسيون ويجيو عندنا ان شاء الله. الله يسر امرك اختي ان شاء الله اختي زهور. ياك بسم الله، تبارك الله عليك ما شاء الله. كشيطه يا البنات هضري لنا عليها، ياقوت يمكن هاد تويب. هذا لا هذا كريب، قولي لي كريب يبان لي بري. بري بري ماشي سامبل، درت لها التيتيه سامبل. هادي شنو بري بري بالصفر،
وخدمتها بالصفر باش تجي حلوه. انا ما نبغيش داك الشيء. واه واه عندك الصح. واللوينات ملي كيكون داخل اللوينات كيعطيو وحده تبارك الله عليك. الخدمه هي الخدمه في صاله ولون. الا ما كانش لي كولور داخلين زوينين مناسقين مع الثوب وكانت الفصاله ما صافي الكسوه ما كتكونش هي هذيك. تبارك الله عليك. انا كنلعب على الفصاله وعلى لي كولور. بالنسبه اختي زهور هذا اللي كاين موجود يجيو مرحبا بهم. راه كاينين اللبسات ديال البيع. كاين البيع. واللي بغات الخياطه والصاله عاوتاني مرحبا بها. كاينه اللي ما تلقاش اللي فيها. انا درت للبيع. واه موجوده. واه الدوق ديالي ماشي. تبارك الله عليك. زيدينا اختي روحي مرحبا بك. زيدي يا لاله زيدي. تبارك الله عليك. شوفوا لي اللبسات يا البنات. مشينا هنايا تبارك الله عليكم البنات. ها هي عاوتاني البيصه حتى هذه. وهضري لي البنات ديالنا يبغيو يسمعوا. هذه الثلاجه مبره. الثلاجه مبره. الثلاجه مبره. درت لها تحتيه بريو. لان هذه سامبل. واه. ما تكون شي حاجه سامبل تحتيه ديرها بريو باش تاتيري. وبستعمل الجنيبات هي اللي راه الامونت تعطي المنظر. شي بلدي قديم. راه مخدومه بلارجونتي كما كتشوفوا سقلي. وبالنسبه للبيسه راها سامبل ولكن حلوه بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش داك الشيء شارجي بزاف. تبارك الله عليك. نقولوا الاثمنه ولا بلاش؟ لا حتى يجي. مرحبا يلا يا اختي تبارك الله عليك. نزيدوا البيسه واحده اخرى. دائما مع اختي زهر اوت كوتور كما كتشوفوا معنا البنات. هذا كريب سرا تري سامبل. تري سامبل. هذه عندي الماكينه تاع الاورديناتور. عندي اورديناتور ولكن زوين. داك الشيء زوين رقيق. ما درتش داك الشيء شارجي. اختي الزهور اللي زوين انا كل مره كنشوف حاجه مبدله على الاخرى. ديما نبدلتي ديما. واه كل يوم يبغوا الجديد ما يبغوش شي حاجه. والعين ما تملش. والبنات على حسب الذوق كل وحده وذوقها. هانتوما تشوفوا البنات كما كتشوفوا السفيفه راها بالدوري. ها هي الظهر حتى هو مخدوم. لي مونش حتى هما. لا تبارك الله ما شاء الله. اللهم يسر. زيدينا يا البنات. زيديني تبارك الله عليك ما شاء الله. نمشيو موديل وحده اخرى. ها انتوما يا الغزالات تبارك الله عليكم. شتا عاوتاني هنايا عندنا الكريب دائما البنات كما كتشوفوا طريزه سامبل عقيدات. داكشي زوين شيك. كاينه الافتتاحه هنا في الجنب. تحتيه حتى هي دوري كما كانت قالت لنا من قبل. كاينه الطريزه في الظهر حتى هي. والحاجه اللي عجبتكم تواصلوا مع الرقم اللي غادي نخلي لكم هنايا ديال الزهور وهي غادي تقول لكم الثمن. وما كرهناهمش يجيو لنا للمحل ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر. هاكا هاكا ملبوسين. شوفوا معايا البنات هنايا كما كتشوفوا معايا الخياطه ديال الكروشي. هي كما الكروشي كان غير في الكنبي في الحراره. حنا دابا طورناه بيان سور. وانت تبارك الله راكي مدواقه. درناه في الجلابه. شوفوا يا البنات الكروشي في الجلابه. حاجه جديده حاجه ما كايناش. نجيبوا لك في التكشيطه. دخلت لنا حتى في التكشيطه البنات. شوفوا الكروشي لبسه تقليديه ما شاء الله. لا جا غزال. جا غزال ما شاء الله. والجلابه جات حتى هي متقونه جات زوينه ما شاء الله. دو بياس كما كتشوفوا معايا. ها انتم البنات كلشي غادي نصور لكم عاد نمشي. واللي يحتاج اي حاجه مرحبا. ها هي هنايا زهور هاد السيمانه هنايا كامله تواصلوا معاها. هضري لنا اختي. داك التحتيه اللي راها هادي موديل جديد. هادي كان المسلين جينا شويه حرش. هذا جبتهم كازا. هذا جبتهم كازا عندي لي كولو حتى هو موسلين. هذا راه موسلين ولكن عاوتاني رطب. واه عندك الصح رطب باش ما. ها هي شوفوا معايا راه دايره الرندا ودايره فيه المسلول. ها هي التحتيه. ها هي البنات شي حطياتها. لا ما شاء الله ما شاء الله موديله زعما غزاله تبارك الله عليك. فوتو هنا هذا المسلول دخلت عليه رباطي بليد. رباطي بليد. لا تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك. وشوفوا لي هنايا عاوتاني غزال. داكشي غزال ما شاء الله. هذه اللي بحال بنت ما تعجبها التكشيطات تبغي شي حاجه لبسه ديال الحضور. وبحال اللي دخلتي عليها واحد اللمسه عصريه. تبارك الله عليك. تبارك اللبسه الرامي. هنايا راه مخديره فيه التنبات كما كتشوفوا. 3 بياس. البلوزه المجديه البنات. شوفوا معايا البنات. شوفوا بالنسبه للبلوزه المجديه كاينين موديلات وحدين اخرين.
هذه راه غير في ليكسبوزيسيون هكا هي. بالنسبه للبلوزه كاينين موديلات اخرين اختي زهر؟ كاين ياكي كاين اللي بغات تخدم لها اللي بغات الموجود اللهم يستر اللي بغات الكره حتى اللي بغات الكره كاين. تبارك الله عليكم البنات. هذا بريون خدم نخدم برا براندا رقيقه لجوج شعرات يبغى الموجود اللي بغى الموجود بغى نخدم له. تبارك الله عليك. ها هو البنات راه مخدوم براندا كما كتشوفوا رقيقه شي حاجه زوينه. ها الخدمه قولوا فاطمه راه ما وراتكمش. ها هي وها زهور عيطوا لها. زيدينا اخيتي زيدينا. تبارك الله عليكم. هذا عرفتي الكريب كريب درت له لورديناتور هذا سميتو تونسي. هذا تونسي. تبارك الله عليكم البنات كاع غزالات ما شاء الله عليكم. هذه مليفه خدمتها كامله باليد خدمت المعلم. هذه خدمت المعلم. شوفوا لي الموديل. شوفوا لي البنات الموديل. انا فاطمه خصني بحال مثلا اي واحد اي نوع تاع الخدمه خصها يبقاو عندي ان شاء الله. واه وتبارك الله عليك انت راكي منوعه في الخياطه ديالك. يعني حاجه اللي قلبوا عليها يلقاوها. هاد سنبات البنات سنبات والراندا اللهم يسر البنات. راه مكاينين جليبات هنايا ديال هاد الوكس. هذا هادي دخلت عليها هادي دخلت عليها لي الطرز بكون لوغديناتور وخدمت هاد الشيء باليد اللي تجيب ليا من لي فكاشمير. لي فكاشمير هادي هادي عاودتها. هذا البرشمان. ها هو البرشمان مع التا دخل عليه الطرز. سميتو تاتامي. هذا الطرز تاتامي سميتو تاتامي. هادي ذكرنا دقيقه الشعرات حتى هي ليفا كاشمير. ليفا كاشمير البنات واخا كيزهم تشوفهم البوسيل وما كرهتش واحد جوج ولا ثلاثه ديال الموديلات يتلبسوا. شوفوا البنات انا الوقت اللي البنات يلبسوا لنا غادي نوريكم موديلات اللي راهم كاينين هنايا. كما شفتوا معايا هنايا راه المسلول دائما البنات راهم مصاونه بزاف على المسلول. شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله. ها انتم تشوفوا دائما المسلول البنات. الموديلات زعما زوينه موديلات مغيره على داكشي اللي كنشوفوا دائما. كاينه هذه دو بياس مفتوحه. هذه هنايا راه دايرها جلابه. كاينه هذه ديال شعريصه ولا شي حاجه. ها هي شوفوا 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 مخدومه بالسقلي جايه غايه في الجمال. صحباتي وميماتي نتمنى ان شاء الله انكم ما تنساوناش لي لايك مهمين بزاف باش الفيديو يطلع شي شويه. كما كتشوفوا المشاهده كتكون ضعيفه مي لي لايك كيكونوا قلال. فشجعونا كما كتشوفوا راه دائما كندير واحد المجهود نجيب لكم الجديد. شجعونا على هذا الجديد. الله يجازيكم بخير وبارطاجيو مع البنات صحاباتكم خواتاتكم العائله هكا باش تعمل فائده ويعرفوا المحل ديال زهره اوت كوتور. شوف البنات بالنسبه لي كاب راه عندها بزاف ديال الموديلات. شوفوا معايا البنات شوفوا غادي نقول لها تلبس لنا البنات ديالها يلبسوا لنا واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي موديل. وغادي نوريكم كلك موديل ما ملبوسينش كلشي خصني نوريكم قبل ما نخرج من هنا. سمحوا لي على الاثمنه ما بغاتش تعطي الاثمنه ديالها لانها بغات تخلي كل موديل والثمن ديالو حتى تتواصلوا معها ان شاء الله. فيها اللوغو ديال المغرب. ها انتم تشوفوا راه حتى في الظهر. ها هي شوفوا يلا هنايا ضروري ديال المغرب. لا رايات على المغرب. واه ما شاء الله عليك. تبارك الله البنات هذه حتى الجلابه. ها هي شوفوا معايا شوفوا شوفوا كيفاش دايره تويب كشمير يمكن هذا ياك. هي كشمير كشمير. ها هو شكون البنات رائع. اي وحده صغيره كبيره اي لاش اي لاش تقدر تلبسها. تبارك الله عليك وشوفوا اللمسه ديالها. ها هي زهور ما شاء الله عليك. تبارك الله. نشوفوا بناتك راهم موجودنا موجودات خوتنا يا خيتي وحيده بوحيده باش نتكلموا ان شاء الله. بسم الله غادي نبداو عاوتاني في الجلابه كشمير ياك خيتي مليفه. هذه مليفه في صاله جبليه. في صاله جبليه. في صاله جبليه دائما الراندا رقيقه. الراندا رقيقه حصيره ورباطي مع الطرف ومليفه كشمير. تبارك الله عليك. تهدي مليفة. هذا الموديل اللي شفناه. هذا الموديل يلا صممته اخر تصميم ديالي. وطرز سميتو تاتامي. هذا الطرز تاتامي بحال اللي مدفور. وهاد لي بومبو خدمتهم باليد دخلت اليد مع الماكينة باش شوية تلقى الثمن المناسب ما شاء الله. اخيتي هذه
غادي نلفا كشمير، نلفا كشمير ديال ثلاث توشيات سامبل، فالشتا تبغي شي حاجه سامبل. واه الخدمه اللي كتبغي سامبل وشيك. انت عاوتاني كحاطه اللمسه ديالك، تبارك الله عليك. البرشمان اللي عمرو ما نتخلاو عليه، البرشمان ديما في المحل، معمرو يدي موضه، مي شي حاجه زوينه البنات كما كتشوفوا. اللي عشقت شي حاجه هنايا مرحبا والف مرحبا، راه كاين الموجود. واللي عشقت شي حاجه باللوين ديالها مرحبا والف مرحبا، اللهم يسر. كاين الجديد، كل شهر كاين الجديد، كل شهر ماشي غير هاد لابيريو. تبارك الله عليك. زيدينا يا خيتي. غزالة ما شاء الله، ما يمكنش غادي نفوتوا ستيليست زهور بلا ما نفوتوا البلوزه الوجديه. تبارك الله. شوفوا البنات، شوفوا 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 شوفوا، لا ما شاء الله ما شاء الله، داكشي غزال ما شاء الله. راه كاين واحد الموديل واحد اخر في البلوزه، راه غادي نوريه لكم البنات. صدر وظهر كما كتشوفوا، ها هي. ما تقوليش وحده لا راه بنت ضعيفه ما تجيش عليها البلوزه، شوفوا كيفاش جات. لا داكشي غزال ما شاء الله. ماشي في لاطاي ديالها هادي، ماشي في لاطاي ديالها بنات، بنيتها شويه عامره ولا مرا غادي تجيها احسن، تجيها احسن. غادي نشوفوا الموديل الاخر في البلوزه ان شاء الله. هذه بلوزه شويه مودرن، مودرن على حسب بنياتنا ياك. اللي كتعشق البلوزه شوفوا معايا البنات، راها مصوبها بالقطيفه ديال هاد لا سيزون هادي. ها هي شوفوا معايا البنات، صدر وظهر حتى هي، الصدر ديالها مفتوح غزال ما شاء الله، اللهم يسر. دخلينا يا الغزاله، ها انتم يا البنات. جلابه اللي كتعشق البيض، ها هو ترس الرباط يا البنات كما كتشوفوا، البرشمان لا ما شاء الله تبارك الله عليك. بقات لنا موديل وحده يا سيد. راه كاين بزاف ديال الموديلات، المهم اللي ضيق الوقت زهور راه عندها لي زانفيتي ديالها اليوم، وكاين الافتتاح اليوم اخواتي نهار الحد، ما قدرناش انه نصور لكم كاع لي موديل، ولكن الحاجه اللي قلبتوا عليها في التقليدي مرحبا وعن مرحبا الف مرحبا عند زهور اوت كوتور، اللهم يسر. بالنسبه لي كاب تا هما موجودين، بالنسبه لي كاب تا هما راه موجودين، اشكال والالوان والخياطه كما كتشوفوا، تلتها مع التين، الحاجه اللي تيبغيتو يا البنات راها متوفره اوت كوتور. وشوفوا هذا الموديل الاول، موديل الزوج هذا البنات راه فيه لوينات، اللوين ديالو الزوجه هو، وكان فيه بزاف ديال اللوينات. المهم تبارك الله عليك، هذا الموديل هذا حتى هو فيه لوينات. تلقي تلقي اختي، تلقي تلقي نشوفو، هانتي هانتي، اللهم يسر. تبارك الله عليكم البنات، شكرا لكم بزاف بزاف، كنتو في المستوى. الله يسخر الله يسخر، البركة إن شاء الله. معنا حتى لهنا في الفيديو، لايك بارتاج، الله يجازيكم بخير. الله يسخر الاخت الصغور الزهره، نتمنى ان شاء الله ربي يسخر لها، اللوغو ديالها ها هو.
تبارك الله عليكم. واش كاين شي نشاط؟ يلا اخويا. الله يا ودي تبارك الله عليكم اسيدي، وان شاء الله كلشي بالبركه، الله ييسر الامور.